ده فندم جزء من السويس تراس او الجزء اللي هيغطي الورشه بالكامل، وده كان بدل ما احنا نستورده من دوله بعينها بتنفذه. احنا شركه مون عرب فعلا سيادتك مكتب محرم بحوم مكتب مصر صممه، وشركه مون عرب سيادتك نفذته في الورش بتاعتها، ومجرد سيادتك ما نخلص العمدان دي بعد الورشه دي ما تخلص هنغطي بنفس الشكل ده. احنا دلوقتي ده نموذج عشان يبقى الناس متخيله شكل التغطيه هتبقى شكل ايه. الاسماعيليه الرئيسي اتقفل لاي سبب من الاسباب بطريقه تبادلي ليه او للمحطه ان شاء الله باذن الله. المعدات ده فندم على طول دي كانت شغاله، احنا بس وقفناها شويه لحد ما سيادتك شرفنا. هتبدا سيادتك تشتغل بكره ان شاء الله باذن الله في شهر 8 21 زي ما وعدنا سيادتك، هتكون كل المحطه دي خلصانه بالكامل بتاعها، سقفها بمراخيلها وتشربتها وكل حاجه، زائد الطريق ده زائد المول ان شاء الله باذن الله. 28 لا يا فندم 28 2021. لا 8/21 هو كان فندم، كان 1/10/21 كان العقد مع شركه الصيني كده. سياده الرئيس امر ان احنا نقدمه سنه بشهرين علشان يبقى تشغيل تجريبي لصالح انتقال العاصمه الاداريه الجديده. هو بيخدم على العاصمه وبيخدم على كل مر بالظبط غرب الشروق والشروق والمستقبل والعبور كل المدن على خط السته حتى العاشر. حتى العاشر فندم، العاشر ده فعلا حاططين فندم، عملنا محطه في العاشر واحد اللي موجوده حاليا، وعملنا محطه ثانيه تخدم المنطقه الصناعيه في العاشر والعبور الجديد. يعني هي حجم العماله اللي ممكن تنتجه حضرتك